بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائنا مشاهدينا في قناه خربشات، جبنا لكم فيديو جديد. صدرنا قنص بالبنادق والسهام، شايفين حيوان الرنة؟ اصابه مباشره طبعا. سعيد في الرأس، في الرأس مباشرة. سقط. شايفين القناص؟ دقة في التصوير. طلقة مباشرة. شوف قوة الطلقة. سقط. هينزل. سقط بالفعل. طلقة قاتلة. طبعا هنا صيادين مهرة. شايفين الحيوان؟ أسقط. إصابة مباشرة. هنا بالسهم، ونشوف تأثير السهم. شوف دقة التصويب برضو في لوح الكتف على الرئة مباشرة. هنا مفيش فرصة للحيوان إن ينجو. خلاص خد الطلقة، مزعت الرئة أو القلب. وهنا التصويب من فوق، والإصابة برضو في نفس المكان. شوفوا التصوير بطيء. ضرب السهم مباشر. شايفين حوالي رنة مراقب المراقب. شوف ضربة السهم، اخترقته، نزلت في الأرض. ونواقب تصيب من فوق شجرة. هنا الصياد بيختار الكمين في المكان اللي بترعى فيه الغزلان، وساعات يقلد صوت الرنة لجذب الحيوان. شوف الضربة المباشرة. طبعا سعيد بيصد الهدف المباشر. لاحظ ضربة قاتلة. هنا وجها لوجه، إصابة قاتلة. السهم خرج. شايفين؟ لاحظ السهم عدى من الحيوان في العادة. عدى. طبعا ذكر مشاهدينا اللي مشتركش اشترك معانا بإذن تعالى، ونوعدكم اللي جاي أحلى وأحلى وأحلى بفضل الله تعالى.
هنا عداد عمر الرنة بعد ضربة السهم. 6 7 8 9 11 12 سقط في 12 ثانية. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.